أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأكارم إلى محادثة جديدة بالفرنسية للمستوى الابتدائي. في محادثات ستكون عن قريب للمستوى المتوسط والاحترافي. إذا عنوان المحادثة اليوم هو كياس من هو؟ لما نطرح عن الشخص من هو كياس؟ إذا نبدأ الحوار على بركة الله. بسم الله. حوار يدور بين كارلوس إليزابيث. إذا كارلوس كيس؟ كارلوس يسأل من يكون، من يكون هذا؟ لما نحب نطرح عن الأشخاص في اللغة الفرنسية أحفظ هذه التركيبة كيس كيس. طبعا السي أو هذه لا نقول سو، لا ننطق أو هذه، فكيس من، أحفظها هكذا كقالب كتركيبة موجودة مهمة في الفرنسية. كيس لما نطرح على الأشخاص كيس من يكون هذا أو من سيكون هذه. كيس كيس. إليزابيث تجيب سي ناو، إنها تكون ناو. سي ناو سي ناو يعني شابة اسمها ناو. كارلوس ناو اسمها ناو ناو. هل الشينواز، هل الشينواز هل هي تكون صينية؟ أهي تكون صينية؟ هل الشينواز إليزابيث؟ نو هل جابونيز، هل جابونيز هل دو طوكيو إليزابيث؟ نو لا هل جابونيز، هي تكون يابانية. هل دو طوكيو، هي تكون من طوكيو عاصمة اليابان. كارلوس مرة أخرى يقول ألي تخي مينيون، يعني كيوت، هي تكون جد كيوت، باهية المنظر وظريفة المنظر. كيوت ألي تخي مينيون، ألي تخي مينيون هي تكون جدا كيوت أو ظريفة المظهر والوجه يعني. إليزابيث وي نعم إلي تخي سامبا، وهي تكون جد رائعة يعني في شخصيتها. وي إلي تخي سامبا، وي إلي تخي سامبا نعم وهي تكون جدا رائعة. كارلوس يسأل مرة أخرى، يسأل إليزابيث tu as son numéro de téléphone، tu as son numéro de téléphone لديك رقم هاتفها، هي son numéro de téléphone. إليزابيث تجيب son numéro de téléphone، son numéro de téléphone non رقم هاتفها لا non. elle est mariée، و elle est mariée وهي تكون متزوجة يعني لا يحق ذلك قصدها، قصدها يعني. son numéro de téléphone non elle est mariée. كارلوس marié متزوجة، marié marié marié. mais elle est très jeune، لكنها تكون جدا شابة يعني لازالت شابة صغيرة في السن يعني. mais elle est très jeune، mais elle est très jeune. الآن أعيد عليكم الحوار باللغة الفرنسية. كارلوس كيس كيس كيس. إليزابيث سي ناو، سي ناو سي ناو. كارلوس ناو ناو. ألي شينواز، ألي شينواز ألي شينواز. إليزابيث نو ألي جابونيز، ألي جابونيز. Ali de Tokyo. Non, elle est japonaise. Ali de Tokyo. Carlos, elle est très mignonne. Elle est très mignonne. Elle est très mignonne. Elisabeth, ouais. Elle est très sympa. Ouais, elle est très sympa. Carlos, tu as son numéro de téléphone?
Tu as son numéro de téléphone. Tu as son numéro de téléphone. Elisabeth, son numéro de téléphone. Et Ellie, mariée. Son numéro de téléphone. Et Ellie, mariée. Son numéro de téléphone. Non, et Ellie, mariée. Carlos, marié, marié, mais elle est très jeune, mais elle est très jeune, mais elle est très jeune. إذا انتهى الحوار بسيط جدا يعني مناسب للمبتدئين. إذا نترك في أمان الله ورعايته وحفظه إلى حوار آخر إن شاء الله. شكرا لكم.